صباح الخير لكل الأمهات اللي عم تحضرنا. أنا فاتن بي مساج أند يوغا إنستركتور. بالحلقة اليوم لدكتور مام رح جاوب عن السؤال اللي كتير أمهات بيسألوني إياه، واللي هو أي متى أفضل وقت نعمل فيه مساج للطفل، وأي متى ما لازم نعمل فيه مساج للطفل، وكيف ممكن البيبي يتفاعل بعد المساج. ما الوقت الأمثل لتدليك الطفل؟ شو هو أفضل وقت لأعمل مساج للبيبي؟ الجواب السريع هو أنه بس تكون الأم والبيبي مرتاحين. الأم لازم تكون عارفة أنه هيدا الوقت البيبي ما بده يأكل ولا ينام، ويكون الوقت اللعب بالنسبة له. بما أنه كل ولد بيختلف عن التاني وكل ولد بينام وبيوعى بوقت مختلف، عملوا بعض الدراسات على مراحل سلوك الطفل خلال النهار وقسموهم لست مراحل. نوم الهادئ، البيبي بيكون نايم بهدوء، عم بيتنفس على البطيء وصعب انه نفيقه تياكل مثلا. نوم النشيط، بيكون البيبي نايم بس عم بيطلع اصوات، عم بيبتسم هو ونايم وعم بيحرك عيونه هو ومغمضه. نعسان، البيبي بيكون عم بيفتح ويغمض عيونه وبيكون عم بينام ويفيق. هادئ ونشيط، هيدا افضل وقت للمساج. البيبي بيكون واعي ومرتاح، بيكون عيونه مفتحين منيح وعم بيتأمل حواليه. نشيط وحرك، البيبي بيكون أكثر حرك ويمكن بده يبلش العلامات الانزعاج تبين عليه، وبيكون بده التغيير. هل هناك وقت علينا تجنب تدليك الطفل فيه؟ امتى ما لازم نعمل مساج للبيبي؟ بشكل عام بس يكون البيبي عنده عدوى الحرارة، الإسهال، حبوب ظاهرة على الجلد أو مرض جلدي أو مرض معدي مثل الزكام أو الالتهاب، لهالأسباب ما لازم نعمل مساج للبيبي. وكمان إذا كان البيبي أخذ التطعيم، لازم الأم تنطر 72 ساعة قبل ما تعمل مساج، على إنه يكون قاطع 48 ساعة على البيبي منه عامل حرارة. وكمان إذا كان عنده جرح، الأفضل إنه ما ينعمل مساج. وأهم شيء على الأم إنه تسأل الحكيم الخاص بالطفل إذا الحالة تبعه تسمح إنه يعمل مساج. ما المناطق التي يجب تجنب تدليكها في جسم الطفل؟ في مناطق بجسم الطفل ما لازم نعملها مساج، مثل الرأس لأنه بيكون طري، العيون كرمال يدل البيبي عم بيشوف، الرقبة كمان لأنها طرية فيها الشرايين الأساسية، الزلعيم، مباشرة على العمود الفقري، تحت الذراع وسرة البطن. كيف يتفاعل الأطفال مع جلسة التدليك؟ بما أنه كل طفل غير عن التاني وكل طفل بيتفاعل بطريقته الخاصة بعد المساج، بعض الأطفال ترتاح وبتنام وفي أطفال تتنشط. فعلى الأم أن تفهم طفله وتساعده يعبر عن حاله. الطفل عادة بفضل حصة المساج الصغيرة لأنه دغري بيتضايق. على الأم أنه تعرف دقيقة مساج هو البيبي مبسوط بتفيده أكثر من أنه تكفي المساج هو ومزعوج. بعض الأطفال بينبسطوا بكل حصة المساج وبيصيروا يطلعوا أصوات ويتفاعلوا مع أمهم ويتبادلوا النظرات، وبعض الأطفال بيناموا بنص الحصة، وهون على الأم أنه توقف المساج لتخليه ينام. وفي أطفال ما بينبسطوا وبيصيروا يبكوا، بس مش يعني ما بيحب المساج، كتير ممكن أنه الوقت ما كان مناسب أو كان تعبان، نعسان أو جوعان. فعلى الأم أنه ترد على احتياجات البيبي وتوقف المساج. ما بعد التدليك؟ على الأم بعد المساج أنه تمسح إيديها من الكريم أو الزيت، تغطي البيبي وتدفيه منيح، وتشربه ماء أو حليب إذا كان أصغر من 6 شهور لأنه بيعطش، وإذا كان بده ينام تخليه ينام، وتنتبه أنه ما تعرضه للشمس لأنه جسمه بيكون كله زيت. وأخيراً انطرونا بحلقة جديدة وفائدة جديدة مع دكتور مام.